انطلقت بقرية أبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بالأسماعيلية فعاليات مبادرة حياة كريمة من خلال قافلة طبية تضم كافة التخصصات والعيادات المتنقلة. تضم القافلة عيادات متنقلة لكل التخصصات وصيدلية، إضافة إلى قافلة توعوية، وذلك للوقاية من كورونا. كما تم توقيع الكشف على المئات من أبناء القرية. يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. بنوجه قوافل طبية فيها كافة التخصصات للقرى اللي موجودة يعني في الأطراف، بحيث برضو نقدر نوصل لهم الخدمات الطبية اللازمة ليهم بالكامل. النهاردة القافلة الطبية كانت موجودة في قرية أبو عاشور، ورحنا برضو اطمنا أن هي بتقدم الخدمة المطلوبة لأهلنا في المنطقة اللي هناك. يمكن لغاية ما عديت عليهم كانوا عملوا تقريبا 350 حالة،